في مشكلة بعد العصر يعني. طيب طال عمرك كنا نغير فقرة مقادير وبعد العصر ابشر السنة الجاية السنة الجاية ان شاء الله نغيرها باذن الله باذن الله. الله يسعدك. طيب شباب في شخص ملح اكلته وفي شخص قلل الملح وفي شخص الرز عنده شوي حب وفي شخص الرز عنده كانه ناجح لكن ما في ملح يعني كل منها تتساوى. طبعا تقييم الشيف ابو علي يقول الف مبروك النتيجه يا شباب مره ثانيه تاكيد النتيجه هذا انت مسلط يا حليلك طيب كلها ايش رايك ما شاء الله بريء والله نفس النظرات بسم الله بغيت اقول ذا اخوك انت ما شاء الله طيب طيب ركبوها ترى اديتك تروح طيب شباب ما اللي فاز طيب صل على رسول الله النتيجه يا شباب اسامه النتيجه طيب انا ابغى اتاكد النتيجه يا جماعه الخير النتيجه والله نسيت والله عشان ما يدخل شيء بالذمه النتيجه نقول الف تليريون مبروك شوف فقرة مقادير قايل لكم ترى فيها كل علم طيب موجود فيها ان بغيت تغريدات جمهور ان بغيت كابونات لجمهورك ان بغيت تشجيع من جمهورك ان بغيت ترندات ان بغيت طال عمرك درجات ان شاء الله متعدك البرايم موجوده صح ولا صحيح. نسمع تحيه لفقرة مقادير الله يسعدكم حتى الكنترول قام يصفق نقول الف مبروك للي فازوا معنا من اول كم 600 درجة تقسم بين اثنين صح؟ الحين 600 تروح لشخص واحد صح؟ حلو طيب ألف ألف مبروك للي فاز معنا اليوم بتقييم الشيف أبو علي مقلقل صراحة مقلقل ممتاز كلها لأن الشيف أتوقع أنه شبه راضي لو مو براضي ما كان قام ياكل من هذه من هذه بس فيه ها فيه تخطي فيه يعني أخطاء من هذه ومن هذا لذلك نقول ألف ألف مبروك كل واحد حصل على 600 درجة تعادل تستاهلون طيب تعالوا يا شباب